أنا هذه المقصورة مجهزة سلامتكم وراحتكم في حالة خفاض ضغط داخل المقصورة. لقيت إعلان في الإنترنت طالبين فيه مضيفات سعوديات، لفت جدا انتباهي ومرة تحمست إنه أنا أقدم، وبالفعل قدمت بعد توفيق الله عز وجل واجتياز لعدة اختبارات ومقابلة شخصية قبلوني. بعد ما قبلوني دخلت فين؟ في موضوع التدريبات. ما أخفيكم إنها كانت شوية صعبة علي لأنه مجال جديد، لكن لا تخلو من روح المغامرة والجدية في نفس الوقت. والحمد لله رب العالمين بديت طيران ولقيت دعم جدا جميل من المسؤولين ومن إدارتي في الشركة. بعد كده اللي فاجأني أكثر تشجيع المسافرين لي كفتاة سعودية في هذا المجال،